طيب المقادير: نص كيلو لحم مفروم، بصلة وجزرة وكوب فطر، كيلو بطاطا مسلوقة ومهروسة، ملح وفلفل طبعا، رشة بهارات ورشة جوز الطيب. أما بالنسبة للبشاميل فمعلقتين كبيرة زبدة ومعلقتين كبار طحين وثلاث أكواب حليب ومكعب مرق وجبنة للوجه. تمام تمام التمام. طبعا بس انا عملت طبعا البشاميل قبل ما اجي علشان خاطر نكسب وقت. هنا عندنا ايه؟ عندنا شويه حليب بس صغيرين، يمكن حتى هم مش مكتوبين في المقادير، بس شويه حليب. لا موجود الحليب. لا دي علشان بس اطري شويه البطاطس المهروسه. تمام. فبس حطيت شويه حليب هنا ومعاهم معلقه صغيره زبده مش اكتر، علشان خاطر بس نخلي الاكله كده طريه وحلوه. فطبعا عندنا هنا البطاطس مهروسه زي ما انتم شايفين، وما تهرسوهاش بالمكنه دي لانه كتير بتمغط ما بتبقاش لطيفه، فهو ما فيش احسن من اليدوي. تمام. عارف ليه؟ لان في انواع كتير من البطاطس في السوق، وبأمانة يعني صعب ان انت تفرق بين النوع والتاني. ففي انواع لما بنعملها بالمكنة بتمغط وفي انواع ما بتمغطش، فاحنا دايما في مخاطرة ان هي تمغط مننا، فاحسن حاجة تمط يعني ان احنا نعملها يدوي باللي هي بتاعت اليدوية بتاعت البتنجان دي. تمام. طب انا بدي ابدأ لك بالتعليقات شوي، وراح اخذ اليوم لاول مرة تعليقات من اول تعليق. يا عيني. لانه ما شاء الله. مين اول تعليق؟ ام يوسف وريني اشوف شكلها. احلى صباح، بجوز حاطه صوره بنتها حبيبتي. ام يوسف من الكويت افتكر. احلى صباح. مش أحلى افتكر. الله يسعدها، هي جميله. ايناس عزموني، تفضلي. مريم الفقير، يا صباح الفل. صباح الفل لملكه الشفاء مريومه، الله يسعدك يا رب. ومنور هيثم، شكرا. ليلي ام بيسان، صباحه، بدي اصبح عليكم وعلى زوجي عادل، عم اخبركم من جده. أهلاً وسهلاً. سيرين لباد، حط لك صورة كتير حلوة. سيرين حبيبتي، الله يسعدك يا سيرين. حكيت لك كل عام وانت متألقة. عم تحييك اليوم بعيد المرأة العالمي. عيد المرأة أنا ما كنتش عارفة. اليوم 8/3 عيد المرأة العالمي. فكل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير. كل الستات طبعاً بألف خير. بالتأكيد اللي عم يحضرونا كل عام وانت بألف خير. وانت الأفضل وكل عام وانت بنجاح وتقدم. تحية من فلسطين. الله يسعدك انت وكل أهل فلسطين يا رب. نور الشمس، يسعد صباحك يا أحلى غادة. نبيل حط لنا صورة ورد حلو كتير. الشرف خالد، يسعد صباحكم من أبو ظبي، سلامي للست غادة المبدعة. الله يسعدك. محمد ملحم، صباح الخير، صباح النور. هبة قديسات، صباح الفل يا أحلى شيف بالعالم، أنا كتير بحبك. الله يسعدك يا رب. سهى الشخشير، أنا سهى الشخشير بصبح عليك وعلى غادة العسولة والمتألقة والمبدعة. الله يسعدك. براء عودة، صباح الورد يا قمر شفات، وتسلم إيدك مبدعة. صباح الفل حبيبتي. أفنان تامر، صباح الخير يا مبدعة، الله يعطيكم العافية. الله يسعدكم يا رب. اقرأ اسمي حمزة. حمزة أرجو ارحموا المغتربين بهيك أكل، مش رح نرحمكم، ممنوع. أم يوسف، يسعد لي صباحك، شيف غادة منورة. الله يسعدك يا رب. طيب أنا بس هحط دلوقتي اللحمة المفرومة. عبلة المومني، يسعد صباحك، صباحك يسعد صباح غادة، يسلم ايديها، دائما تحفة. الله يسعدك. تمارا وليد من الإمارات، صباحكم ورد وسلام كبير قوي 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 لأحلى غادة بالدنيا. الله يسعدك يا تمارا حبيبتي. هلا المحتسب، صباح الخير نورين. شكرا. ميسر قواسمي، صباح الخير غادة، أنا كثير بحب أكلك. الله يسعدك. وبسلم عليك كثير، يسلم ايديكي. لين، صباح الخير غادة، دائما مبدعة. الله يسعدك. السلسلة السوداء بطريقة، صباح الخير، بطريقة فطاير البطاطا. الحلبة يعني قصدك؟ مش عارفة قصدك ايه، ولا يعني لو قصدك الحلبة قوليلي، بنعملها طبعا. طيب لانا حجازين، جود مورنينج. جود مورنينج. جود مورنينج يا لانا. طيب دلوقتي بس هنحط برضو شوية ملح هنا بقى وشوية فلفل، وهنحط شوية بهارات وجوز الطيب. مريم أحمد، صباح الخير، صباح الورد. سوسن السيد، يا أهلا بسوسن الجميلة. شوف أنا ما حطيتش كتير حليب عشان أنا عايزاها تفضل متماسكة، يعني أنا طبعا مش عايزاها
زي الماش بوتيتو اللي هي طريه زياده عن اللزوم، لا انا عايزاها شويه متماسكه، فانا حطيت نسبه اقل من الحليب من اللي احنا متعودين نحطه في العادي. تمام؟ تمام. هحط دلوقتي طبقه من البطاطس هنا. طيب ريم فارس تحكي هيثم ساعد غادة ورجينا شطارتك. انا متاكد انه ما بدك مساعدتي. لا خليك انا متاكد اصدقائنا. بجوز انا عشان لابس جاكيت ابيض ومع هاي الخلفيه البيضه. هلا انا بلبس الروب الثاني وبحكي لريم. ريم هيني انا جاهز، اذا بدك اساعدك في الاكل. في هقول لك ما انت ان انت توصل لي سلامات الناس. ده نوع من المساعده الجميله. طيب هذا لقدام ولا لورا؟ ايه ده هذا قدام؟ يعني هيك وجهه ولا هيك؟ ده جوه. هيك من جوا؟ ايوه. اوكي، يعني مش عشان تعلق شيء من برا او هيك؟ هو جوه ده علشان تعلقه في شماعه ورا باب المطبخ. ماشي. طيب وباللحمه برضو عندنا هنا خلاص. اذا بدك اي مساعده في اي شيء انا هقول لك. اروح اجيب لك شيء من السوبر ماركت او هيك. طيب انا جاهز ست كريم وانا بس يعني هيك بس اجواء ديكور. خلاص هي اللحمة أصلا خلاص كده خلصت، فهناخد بقى دلوقتي تبلناها بالملح والفلفل والبهارات وجوزة الطيب، وإحنا اوريدي حاطين لها شوية جزر وبصل ومشروم. أي حد يحب يحط أي حاجة أكتر طبعا أنتوا حرين. أنا الحلقة دي إحنا عاملينها لأنكم أنتوا طلبتوا حلقة تكون فيها أكلات نوعا ما بسيطة تقدر المبتدئات يعملوها، فعشان كده احنا عملنا الحلقة دي النهاردة. دلوقتي هناخد بطاطس تاني، بس بقى هنضطر يمكن نفردها كده. الوردة الحمراء بتحكي لك اساورك حلوين كتير. الله يسعدها. تسلم. شكرا. وعد الخطيب بتحكي لك صباح الخير. صباح الفل. انت انسانة رائعة. الله يسعدها والله من ذوقها. وانت مذيع كويس. شكرا. وانت ايه؟ مذيع كويس. مديرك؟ مذيع كويس. مذيع. شكرا. طبعا عندك حضور انت يا هيثم. ما شاء الله عليك. ابتسامة بالرب صباح الخير منورين وانا بحبكم كثير. الله يسعدك يا رب. طيب رشا العزام لو سمحت اسال غادة عن عجينة الكولاج على السريع. مالها؟ ولا اشي بس هيك. يعني في اي وصفة عايزاها قولي لي. بس يعني حابب اتعرف عليها بقولك. قولي لي حبيبتي بس اي وصفه، وانا انا مش عارفه عايزه اني وصفه. بجوز انه هي بدها كل مقادير عجينه الكولاج. نفس الكولاج في البيت كتير بيغلب، مش من يعني يمكن الرقاق الطف منه في العمايل في البيت يعني. طيب دلوقتي بعد ما غطينا غطيناها كويس زي ما انتم شايفين، هناخد بقى دلوقتي البشاميل اللي عندنا. طبعا الوصفه دي يعني غير ان الكبار هينبسطوا عليها، الصغيرين اللي هو يعني اهم حاجه طبعا. هي رجعت رشا، رجعت حكت هي العجينه بس بدها العجينه بس. نفس العجينه ازاي؟ لا دي قصه يعني لازم. طيب على صفحتك او ممكن او ممكن نحاول نعملها هنا مره بس هي اصلا متوفره العجينه في العالم جاهزة كله خلاص. هي الفيلو بيستري بيبقى اسمها بالاجنبي، يعني هي متوفره بس يعني بنحاول نعمل. طيب هدي بتحكي لك هاي فطيره الراعي يا غاده؟ لا فطيره الراعي بيتحط لها حاجات تانية، بيتحط لها صلصه، بيتحط لها الورشستشاير صوص في حاجه تانية خالص، وما بيتحط ما بتتحطش فطيره الراعي. البطاطس بتبقى بس من فوق، ما بتبقاش اللحمه في النص، فهي مختلفه في الطعم يعني المكونات مختلفه. ام محمد برخاوي بتحكي لي بتضحك طبعا علي بتحكي لي الله يعين مرتك عليك اذا المريول مش عارف من وين مش عارف تحطه. يعني انا ما حطوني في المطبخ والله ما بعرف ايش الرياضيات، بحكي لك ده حصة فيزياء بالنسبة لي هو الرياضيات، بس والله لازم اتعلم. خلص انا لازم اتعلم، علميني شيء هيك خفيف لطيف، او احكي لك اعملي لنا
غادة هيك يوم من الأيام إشي للعزبية. للعزبية أو إشي الطبخة تسميها طبخة الرجال، إنه الرجال لازم يعرفوا يطبخوها ويسلكوا فيها. حاضر، شكرا. هنحط بقى على الوش جبنة، طبعاً الجبنة المتوفرة عندك في البيت، مش متأيدين بأي نوع جبنة أبداً أبداً أبداً. صفاء بدي تسألك عن الكريمة، إيش هي الكريمة؟ أي كريمة؟ في كريمة لباني. أيوة اللباني. هي الكريمة مين هي قالت لباني؟ هي حكت أنا لباني، أنا مش عارف أقرأها فاختصرتها. دي هي بتحكي بالضبط، معلش أسأل غادة هي شو هي الكريمة اللباني ومن وين اشتريتيها؟ صفاء الحسن. طيب الكريمة اللباني هي الكريمة السايلة العادية اللي احنا بنستعملها، يعني الكريمة السايلة اللي بنستعملها في الحلويات او في الطبخ، هي دي الكريمة اللباني، بس بيتقال عليها كده في بعض البلاد ومنها مصر. طيب انا هحط الطبق بتاعي ده بقى في الفرن. طبعا المكونات عندنا كلها مستوية، احنا بس عايزين الجبنة تسيح والموضوع يمسك شوية في بعضه، فمش اكتر من كده.